السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، معكم نور الدين في قناة نور إلكترونيك. اليوم كاين فيديو جديد لتلفاز فيليبس 37 بوصة LCD. هذا التلفاز كما تلاحظون يعمل، ولكن يعطي مشكل ديال نيجاتيف في الصورة، يعني أن الصورة عفريتية كما تلاحظون في هذا الفيديو. هذا موديل قديم، فيليبس 37 بوصة LCD كما تلاحظون. في الغالب بدل العطب يكون في التيكون، ليس في البانين جيد كما تلاحظون في هذه الصورة. الصورة مشوهة وتعطي تغيير في الألوان، والعطب ديال في الغالب ديال التيكون هذا المشكل ديال الشاشة. هذا العطب معروف بالصورة العفريتية. تلاحظون لون أبيض فقط هو لون جيد، ولكن اللون الأخضر واللون الأزرق غير موجود كما تلاحظون في وجه هذا الرجل. الموديل ديال التلفاز كما تلاحظون فيليبس 37 بوصة. الآن إن شاء الله سوف أبدأ بفتح هذا التلفاز، وسأريكم طريقة جيدة لإصلاح هذا العطب ديال الصورة عفريتية. كما تلاحظون يوجد فيها مادر بورد، وكاين باور سباي، والتيكون موجود أسفل هذا القطعة الحديدية. يجب فتح هذه القطعة كلها كما تلاحظون. سوف أرفع هذا القطعة الحديدية كلها. أول شيء سوف أقلب التلفاز حتى أصل إلى التيكون. كما تلاحظون التيكون موجود أسفل هذا القصدير الكبير. يجب نزع جميع الأسلاك، المصابيح و الكابل ديال LVDS و لي هوت بارلور أو الديفا، يجب نزعهم. هذا هو التيكون، وصلنا للتيكون. سوف أبدأ بفتح هذا التيكون. الشاشات القديمة دائما يوجد فيهم هذا المشكل، لأن واحد الاي اس اي ديال الداتا هو المسبب لهذا المشكل ديال الصورة عفريتية. هذا هو شكل التيكون. سوف أقرب لكم الصورة حتى تشاهدوا التيكون. شكل التيكون أزرق كما تلاحظون. هنا يوجد الاي اس اي ديال الجاما ديال درايفر ديال الجاما. هذا هو الاي اس اي ديال اي اس 15 يوجد هنا. سوف أبدأ باستعمال لاوت اير الايرشو هذا الفلاكس حتى انزع الاي سي. هذا الاي اس 15 يوجد فيه اي اس 15 جي اش، ويوجد فيه اي اس 15 اف، بحال يعني بحال اف وبحال جي اش وبحال جي. كما تلاحظون دائما استعمل لاوت اير يعني الايرشو. هذا هو الاس 15 مسبب لدى مشكل ديال الصورة العفريتية.
هاد القطعة يعني الايس كانز موجودة في السوق، يعني ليست موجودة في السوق، يعني موجودة هنا في أكادير إنز كان، وموجودة في الدار البيضاء عند أصحاب القطع الإلكترونية. سوف أبدأ بسحب الغطاء الموجود فوق هاد القطعة ديال الأيس كنز كما تلاحظون، حتى أعرف هاد الأيسي أي رقم يوجد فوقه، يعني أنه أيس كنز. سوف أبدأ باستعمال أيس كنز أي إس 15 جديد كما تلاحظون في الصورة، أيس 15 كما تلاحظون أش جي، هذا هو الذي أستعمله دائما، وهو جيد من نوع جيد، يعني يعمل جيدا. بعد ما تم تنظيف مكان هذا الايس كنز ايس 15، سوف ابدا بتلحيم كما تلاحظون هذا الايس اي من نوع جيد. سوف استعمل مرة اخرى له التأير، يعني الايرشو، لتلحيم هذا الايس كنز كما تلاحظون. واستعمل القليل من الفلاكس ولو تأير كما تلاحظون. هذا لو تأير استعملها فقط حتى أثبته في مكانه، لأن سوف أعيد تلحيمه بالمكواة. كما تلاحظون الآن تم تلحيمه في مكانه، ولكن سوف أعيد تلحيمه بالمكواة. استعمل القليل من الفلكس. دائما استعمل هذا المجهر كما تلاحظون والمكواة، حتى أعيد تلحيم بعض الأرجل لهذا الأيس إي حتى يلتصق بشكل جيد. بعد ما تم تلحيم الايس كنز او ايس 15، سوف ابدا بتنظيف هذا الايس اي كما تشاهدون، ابدا بتنظيفه جيدا. الان سوف ابدا بإرجاع جميع القطع لهذا الايس كنز حتى اجمع هذا التيكون. الان تم تلحيم هذا الايس 15 بشكل جيد، وهذا التيكون تم اصلاحه. سوف ابدا بتركيب جميع القطع لهذا التلفاز.
سوف أرجع جميع الأسلاك كما تلاحظون، الأسلاك ديال الباك لايت و الكابل ديال ال في دي اس وجميع الفيسات يعني الموجودة في هذا التلفاز. بعد ما تم إصلاح المشكل سوف أبدأ بتجربة هذه الشاشة. كما تلاحظون الصورة تعمل جيدا، سوف أريكم الصورة. كما تلاحظون الحمد لله تم إصلاح المشكل 100%. جميع الألوان جيدة، تظهر بشكل جيد، اللون الأحمر، اللون الأخضر، اللون الأزرق، هذا هو نوع الطبيعي لهذا التلفاز LCD. اعمل لايك لهذا الفيديو إذا أعجبك هذا الفيديو، واشترك معنا في قناة نور إلكترونيك حتى يصلك ديما جديد في هذه القناة، قناة تعليمية لإصلاح الأجهزة الإلكترونية. بعد ما تم تجميع التلفاز بشكل جيد وتجربة الشاشة، كما تلاحظون لدي الصور الطبيعية لهذا التلفاز. وشكرا لكم على مشاهدة هذه القناة، قناة نور إلكترونيك. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.